السلام عليكم. أنا رجع في هذه الحلقة للحديث عن الجزائر. ما يتقالش بأننا كنكرهوا الجزائر والجزائريين، بل أن الجزائريين خوتنا، كنبغيوهم ونحترموهم، وكذلك كنحبوا الجزائر، بلد مليون ونصف مليون شهيد. ولكن كنبغيوهم نوضعوا نقاط على الحروف مع حكام الجزائر اللي كتمادوا في الغي ديالهم، ودائما كيحاولوا يعرقلوا المصالح ديال المغرب والإساءة لجارهم المغرب. وفي هذه الحلقة غادي ناخذ المصدر من جريدة جزائرية وشاهد شاهد من أهلها. جريدة جزائرية اسمها الجزائر تايمز اللي قالت في بداية شهر أبريل في مقال أنه المواطنون الصحراويون العالقون في تندوف، يعني المغاربة العالقون في تندوف، وجهوا نداء استغاثة للمجتمع الدولي لإنقاذهم من وضع الإهمال والتجاهل الذي يعيشونه بعدما أخضع الجيش الجزائري المخيمات لحصار خارق ولم تهتم بالوضع الاجتماعي المتردي داخل المخيمات، والذي يسوء يوما بعد يوم مع استمرار الحصار بذريعة محاربة وباء كورونا المستجد. والجريدة كتواصل الحديث ديالها وكتجبد واحد المفاجأة، كتقول: وفي موقف إنساني، علمت الجزائر تايمز من مصادرها الخاصة عن عرض المغرب على الجزائر إدخال مساعدات عاجلة إلى مخيمات تندوف المحاصرة بالجيش الجزائري، والوباء والجوع تقدر ب 800 طن من المواد الغذائية الضرورية عبر موريتانيا. ولكن الجزائر رفضت، يعني بمعنى أننا لم تتجاوب مع هذا العرض الإنساني، يعني ما تبش بأنه يعني أسلات الرفض، ولكن لم تتجاوب، بمعنى أنه لم تهتم بالموضوع ولم تفسح المجال للمغرب لإيصال هذه الإعانات للجزائر. وهذه الإعانات وهذا الوضع اللي كيعيشوه إخواننا المغاربة المغرر بهم في مخيمة تندوف خلى أن بوليساريو تحتج على الجزائر، لأن الجزائر بغات توصل إعانات ومواد غذائية لموريتانيا. فهاد الصادات كتقول الجريدة ديال الجزائر تايمز: وطالبت قيادة البوليساريو من الجزائر المساعدة كذلك التي عرضها على دولة موريتانيا في هذا الظرف الدقيق، وذلك بطلب توفير الدعم الكافي للأسواق بالمواد الأولية ومواد التنظيف ومياه الشرب خلال هذا الشهر الذي اشتد فيه الوباء والحصار. وطبعا هاد الاحتجاج ولا هاد النقد يعني تلقوا به واحد النوع من السب والشتم من المسؤولين الجزائريين اللي قالوا انه من سوء الادب وضع شروط على الدوله الجزائريه التي راعت اللاجئين الصحراويين لعقود من الزمن، وان الدوله الصحراويه كان لا بد لها ان تتوقع هذا المستجد وان تستعد لما هو أسوأ. طبعا هما ذكروها بان الدوله الصحراويه وحنا كنعتبروها كيان وهمي، وان البوليساريو انفصاليون. إذن تار النقاش حول هاد المواد الغذائية، وبدينا كنعرفوا دابا الجزائر حصرات مخيمة تندوف ما خلاتش هي أنه تأخذ ولا تعطي المواد الغذائية والإعانات لإخواننا المغاربة في تندوف، وما خلاش كذلك أنه المغرب يمد المساعدات الإنسانية للمغاربة، لأنه المغرب من واجبه أنه يحمي المغاربة اللي في تندوف، وراه كاين مجهود كثير وكبير بزاف عبر التاريخ مشهود له. وهذه وحده من الامور اللي كيديرها المغرب، لان المغرب الان كيتعامل مع الجزائر بسياسه واقعيه ويسمي الاشياء باسمائها، وكيبغي يبين الجزائر بانه المشكل راه بيني وبينك، ماشي كما كتدعي انت بين المشكل بين المغرب وما يسمى بالبوليساريو. ولهذا كيطلب منها الطلب، يعني الاذن منها هي، يعني ما مشاش نيشان وصلها المواد الغذائية أو تسلك أسلوب آخر، ولكن حرج الجزائر، والجزائر طاحت في واحد الموقف جزائري يعني حرج. هاي رفضت وفعلا راه كاين واحد الانتقادات كثيرة على الجزائر، إلا قبلات غيطيح فيما هو أفضع. وهذا المشكل ديال المواد الغذائية، يعني البوليساريو غادي يضطر يقلب على وسائل أخرى، وما دام أنهم عصابة فغادي يلتجؤوا الى اسلوب العصابات. وفي هذا الصدد كتقول جريده، نفس الجريده كتكلم على انه
علمت الجزائر تايمز من مصادر خاصة أن عناصر من ميليشيات البوليساريو عادوا بشكل متقطع إلى القرقاقات من أجل قرصنة إمدادات المغرب إلى موريتانيا من الخضر والفواكه ومواد غذائية. ورصدت مصادرنا القريبة من المعبر البري الحدود الموريتاني بيك 55 وادي بو عودة لعناصر من ميليشيات البوليساريو بالليل إلى ساحة قندهار الواقعة بين المعبرين الموريتاني والمغربي بالمنطقة الصحراوية العازلة المعروفة بالقراقات التي تمد موريتانيا بالخضر والفواكه وبعض المواد الأساسية. والمصادر تتحدث عن مناوشات محدودة بين تلك العناصر والجيش المغربي في الحدود التي تصدت لمحاولة القرصنة بكل قوة وحسم، مما اضطرها إلى الهروب مستعبلة سيارة رباعية الدفع، ثم قامت بحماية الشاحنة المغربية إلى المعبر الحدودي الموريتاني، وبعد ذلك تسلمت قوة الحدود العسكرية الموريتانية المهمة لتأمين دخول الشاحنات إلى داخل البلاد خشية تتعرض تلك الشاحنات لمكروه من عناصر البوليساريو. إذن الآن نحن أمام وضع إنساني غير مريح، ونحن أمام كذلك عصابات. هناك تأكد بأنه البوليساريو مش هي حركة تحرير كما كانت تدعي، ولكن مع الأسف أنها عصابات، ولا بد من المنتظم الدولي أنه يقف وقفة صارمة ويدعم جهود المغرب الواقعية والحق المغربي المشروع تحت القيادة الرشيدة لصاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله. شكرا على اهتمامكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.